محتاجين كيلو من صدور الفراخ او نص كيلو على حسب الكميه، بس هنقطع مكعبات بحيث ان كل واحد ياخد كده شويه خضار حلوين ويطلع معاهم اربع خمس ست قطع ويبقى اكل وشبع زي ما انتم شايفين كده بالظبط التقطيع. ثلاث بطاطسيات مكعبات، واكيد طبعا ممكن نزود البطاطس او الخضار براحتكم، ده يعني المقدار اللي انا اشتغلت بيه. ثلاثة فلفل الوان، ممكن يبقى فلفل اخضر فقط، ومحتاجين كمان جزر مكعبات بسلة إذا متاح، بصل ومعلقتين من الصلصة وبهارات الفراخ والبابريكا والكاري والملح والفلفل الأسود. أكلة لذيذة، تعالوا بقى أقول لكم هنعملها إزاي. أول حاجة كده إحنا ممكن نحط الووك مثلا على النار، مش هنشوح كل حاجة لوحدها، ونحط زبدة وزيت او ما طبعا ممكن سمنه مفيش مشكله. في ناس هتقول لي احنا متعودين انه لما نطبخ نطبخ باللحمه، تمام، بس في ناس تانيه ما عندهاش مشكله يقدروا ان هم يطبخوا بالفراخ عادي ويحطوا الفراخ جوه الخضار عادي وتطلع لذيذه وجميله وكل حاجه، بس مش هيبقى الصوص بتاعها صوص طماطم قوي زي ما احنا بنطبخ الطبخات العادية. هتلاقوا ان بعد ما الخضار كله يبتدي يتسبك وينزل ميته والفراخ تتشوح كويس قوي، هتلاقوا ان الصوص لايق انه يكون مع فراخ، يعني السنس، عشان انا دايما بقول لكم الطبخ سنس واحساس وانه احنا ممكن نعمل الحاجات ونعملها على مزاجنا زي ما احنا حابين. الزبدة يعني مش حرقتها بس خليتها كده تميل للبني شوية على شوية زيت. هنزل بقى بالفراخ، انا بس بعمل كده عشان عايزة اشوح كويس قوي الفراخ، هنزل كل الكمية دلوقتي بس واحدة واحدة عشان الطاسة ما تبردش مني قوي، لان دي ووك والووك كمان بتبقى توزيع الحراره فيها مختلف. ممكن اشوح في حته تانية بدل ما نبوظ الطاسه. انت استخدمي بقى طاسه كبيره كده او حله كبيره عشان نشوح كويس قوي. فنرجع لمرجوعنا، كنت بقول لكم انه دايما بقول لكم ان الطبخ سنس، يعني انا هنا من الناس اللي ممكن ما تحبش ان الخضار اللي بالصلصه ده يبقى فيه صدور فراخ، بس اذا اتقدمت لي صح والصوص بتاعها ما كانش صوص طماطم متسبكه وطماطم فريش والخضار قليل وكده ممكن تعجبني. فهنشوف الوصفه هيبقى الصوص لونه ايه، هنبقى مشوحين الفراخ ازاي، هل ينفع تبقى حلوه فعلا ممكن تعجبنا ولا لا. سخن الطاسه كويس وننزل الفراخ ونشوحها كويس قوي. انا بشوح على طاستين عشان زي ما قلت لكم ما بحبش ابرد الطاسه وخايفه ان الفراخ تبك ميه. وهي بتتشوح كده هرش رشة من الفلفل الاسود ونرش هنا كمان. كل الاكلات اللي بالفراخ ما بتاخدش وقت خالص ودي احلى حاجة فيها. الكيلو او النص كيلو هيعملوا معايا كمية محترمة، طبق او طاجن او طاسة او طبخة تأكل خمس افراد وست افراد كمان لو زودت بقية الخضار، كلنا هناكل مع رز مع عيش مع مكرونة، الدنيا هتبقى لذيذة ولطيفة جدا. خلينا ناخد البصل انا محتاجة توم، ممكن، شكرا. تعالوا نشوح كده كله. بحب جدا ان الفراخ تاخد لون حلو كده لو محطوطه في اي صوص،
لازم الفراخ تاخد لون وتتشوح تشويحة حلوة، ولا هيخليك تحسي بريحة فراخ، ولا ان الفراخ مالها زي ما يكون مسلوقة كده جوه الاكل، ولا اي حاجة. التشويحة دي بتفرق قوي. اول ما تاخد اللون المناسب هنزل بالبصل. بصوا اللون، شايفين؟ هي دي الالوان اللي انا عايزاها. يلا ننزل كله مع بعض بقى. عايزة اشوح الخضار، فهرفع الفراخ من على النار، وفي نفس الطاسة هبتدي اشوح الخضار. تعالوا بقى نرجع تاني الفراخ في الطاسة دي عشان انا عايزة استخدم الوك. وننزل بالبصل. البصل ده بقى بينزل يلم كل اللي في الطاسة، يدينا احلى طعم. وبعد كده ننزل بالثوم. بصوا بقى يعني ايه، انا بحب الثوم، ففصين ثلاثة ثوم اربعة يبقوا لذيذ جدا. ما بتحبيهوش حطي فص ثوم واحد. كل حاجة بقت لونها على اصفر كده شوية. بص البصل والثوم، والثوم مش عايزاه يتحروق. هنزل بالبطاطس. البطاطس فيها مية، هنصفيها. نشوح بقى البطاطس مع الفلفل. حد هيقولي هتفرق قوي؟ ايوه هتفرق قوي. كمان اولا تشويح الخضار ده مهم جدا، اذا بتعملي حتى شوربة خضار، يعني لو مش بتعمليها لحد عيان طبعا. انا شخصيا بحب شوربة الخضار، وبشوفها شوربة لذيذة وممتعة ومغذية، وبتحسسني كده ان انا يعني باخد حاجة صحية وطعمها لذيذ، عمري ما شفتها بتاعت العيانين. في ناس بتشوف ان شوربة الخضار دي بتحسسهم ان هم عيانين وكده، لا انا لا، انا فبحب بقى اشوح لها الخضار، احط لها شوية لسان عصفور متحمرين، ازود الكرفس واحطه لها مرتين تلاتة. فعشان كده بقول لكم ان تشويح البطاطس دلوقتي مع حتة زبدة زيادة مع البصل، كأنك بتدخليها كده كانها في حته القليه، يعني تعمل طبقه وكوت كده، وتلقط مننا الطعم بشكل مختلف تماما عن ان انت تحطيها ني في ني وكله على البارد كده، وما تبقاش الحاجه اتخدمت وتشوحت كويس قوي. فبالنسبه لي البطاطس بتتبل زي الفراخ واللحمه، بحط لها بصل وملح وفلفل. لو انا عايزه اعمل صينيه بطاطس مثلا، اقوم مقطعه البطاطس. وانا مامتي علمتني كده، يعني انا ماما هي اللي قالت لي المعلومه دي، قالت لي البطاطس دايما اقول لها صينيه البطاطس بتاعتك مختلفه، فيها حاجه غريبه مع انها عاديه، يعني ما فيش حاجه انا عارفه، بس فعلا مختلفه. قالت لي البطاطس تتبل زيها زي الاكل، فكانت فعلا بتتبل البطاطس، بصل وثوم وشويه البهارات اللي بتحطهم، الاقي طعمها مختلف. زودت بقى انا على الفكره دي موضوع التشويح، انه اذا في وصفه هشوح فيها البطاطس هشوحها واخدمها في التشويح كويس قوي كده. تمام. هنزل بالفلفل.
والجزر، جزر برضو من الحاجات كده اللي ايه بتستحمل التشويح وبتبقى لذيذة جدا. هنحط الفلفل الالوان كمان، يلا، والبسلة، ونبقى كده خلصنا الخضار نزل بالتدريج. احنا مشغلين الفرن؟ شغال صح؟ طب احنا ممكن نحط الطاجن بقى نفسه في الفرن. اه فينه؟ يلا بينا. بصوا شوحنا الخضار كله كويس قوي، تمام. ننزل بقى بالبهارات. احنا قلنا عندنا بهارات فراخ، بابريكا، وايه كمان؟ قلنا ايه كمان؟ ملح وفلفل. ونقلب ونرجع الفراخ تاني وننزل كل الحاجات اللي في الطاسة كده. لسه هنروح لها تاني ونحط لها شوية مية مغلية. وننزل بالصلصة معلقتين ثلاثة زي ما قلت لكم مش كتير. هحط بس الصلصة هنا اللي باقية في الطبق دي مع شوية مية مغلية مع حتة زبدة كده، ونحطها على النار ونقلب. ونبتدي بقى دلوقتي نحط ايه في الطاجن عشان يدخل الفرن. يلا بينا. طاجن الفراخ بالخضار كأنه تورلي. عايزين نحط بقى بتنجان، حطي الخضار اللي انت عايزاه، عايز تحطي كوسه زي ما تحبي. مش هنسيب حاجه في الطاسه، هنعمل كده عشان الحاجات دي مهمه جدا جدا في الطعم. كل الحاجات اللي في الطاسه دي هرجعها دلوقتي واحطها تعمل لي صوص خطير. يلا. الخضار كمان لسه هينزل ميته. ادي الطاستين اللي اشتغلنا فيهم. شكل الطاجن حلو وكبير وما حطناش فيه كميه كبيره من الفراخ او اللحمه، وهيقضي معانا عدد كبير من افراد الاسره. انا سحبته وانتم وما قلتلكوش. ورق فويل بقى. ورقة فويل، ورق زبدة. اه هنحطها في فرن حاجة. ألمع بس الحاجات اللي هتبقى محروقة بعد كده. كل الصلصة دي هتتحرق، بوظلي شكل الطاجن كده. متبل وكله تمام، نقفل عليه كويس قوي. ومتحمر، يعني عايزه اقول لكم انه نص سوا تقريبا. ندخله الفرن هيقعد قد ايه؟ تلت ساعه على قد ما الخضار يستوي ويعمل لي صوص خفيف لذيذ كده، هطلعه على طول. بس المهم ان الخضار يستوي ويعمل لي صوص حلو. حط في الفرن. بسم الله. معلش هجيب دي تانية قدامي. اوكي اهي. بصوا بقى، شفتوا الصوص اللي اقصده؟ ما كانش صوص متسبك زي ما انتم متخيلين. اهو ادي الصوص، صوص خفيف لونه الى حد ما بني اكتر من ان هو
ريد صوص، فمش تقيل، كل حاجه كانت مستويه فكله تمام. عايزين بقى تدوها وش براحتكم، بس انا شايفه ان الخضار لازم يكون ايه، بيقرمش وكل حاجه وفي نفس الوقت مستوي كويس قوي. ف يتقدم بقى مع رز وخلاص.